بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا من باب المبتدأ والخبر، نتحدث اليوم عن باب النواسخ. النواسخ ثلاثة أنواع، نواسخ المبتدأ والخبر طبعا، يعني تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر فتنسخ، يعني تلغي حكم المبتدأ والخبر الذي هو الرفع للمبتدأ والرفع للخبر، وتأتي بحكم جديد، وهي ثلاثة أنواع: كان وأخواتها، هي الباب الأول، و إن وأخواتها، كان أفعال. من النواسخ قسمان: أفعال وحروف. فكان أفعال، ويلحق بباب كان ما ولا ولات وإن، وهي حروف. ثم بعد ذلك باب إن وأخواتها، وهي حروف. إن وأخواتها تعمل عمل آخر عكس كان. ثم بعد ذلك باب لا النافع للجنس، ثم باب ظن وأخواتها أيضا، هذه أيضا من النواسخ. ظن أفعال طبعا. تبدأ بكان. كان لها عدة أخوات: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برش وما دام. هذه الأفعال تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. مثال ذلك: زيد مجتهد، هذا مبتدأ وخبر. تدخل كان فتقول: كان زيد مجتهدا. فيختلف الإعراب، ينسخ الحكم الأول ويأتي بحكم جديد. فالنواسخ جمع ناسخ، والنسخ في اللغة الإزالة. تقول العرب: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. وفي الاصطلاح النواسخ هي ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. والنواسخ ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وما ينصبهما معا وهو ظن وأخواتها. الآن كان قلنا لها ثلاثة ألفاظ: باب كان وأخواتها 13 فعلا، 13 فعلا، وهي على ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهي ثمانية أفعال: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. هذه ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها بلا شرط ولا قيد. القسم الثاني أو النوع الثاني: ما يعمل هذا العمل لكن بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهو أربعة أفعال: زال وبرح وفتئ وانفك. لا بد أن يتقدمها نفي أو شبهه، وشبه النفي هو النهي والدعاء. فمثلا قلنا، أتينا بالمثال: كان زيد مجتهدا، وكان ربك قديرا،
كان ربك قديرا، كان فعل الماضي ربك اسم كان مرفوعا بطرف الضمير له مضاف الكاف في محل جر مضاف اليه، وقديرا خبر كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. وهكذا بقيه الافعال. صار الجو ممطرا، صار الجو ممطرا، ظل السحاب ظل السحاب ممطرا، ونحو ذلك من الأمثلة. والله الله يسلمكم، أنا مزكوم اليوم حتى ما داومت، لكن قد أنتم مشكلة ما محددة. وبات وصار وليس، كل هذه تقول ليس المهمل ناجشا مثلا، ليس المهمل ناجشا، ليس فعل مرض، والمهمل اسم ليس مرفوع رفع الضمة. الله يسلمكم ويجزاكم خير، تقبل دعاءكم، يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. سكر خفيف، الحمد لله، الله ملك. ليس المهمل ناجشا، ليس فعل الماض، والمهمل اسم ليس مرفوع رفع الضمة، وناجح الخبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة. قلنا النوع الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبهه، يعني شبه النفي يعني النهي والدعاء. ولا يزالون مختلفين، هذا نفي، لا يزالون مختلفين، لا نافية، حرف نفي. ويزالون فعل مضارع مرفوع ولم ترفع ثبوت النون، والواو اسم يزال في محل رفع. مختلفين خبر يزال منصوب على نصبه الياء لأنه فعل مذكر سالم. لا، ما هي ليست جازمة طبعا، هذه الجازمة هي الناهية، والنهي مثل لا تزل ذاكر الموت، لا تزل ذاكر الموت، هذا نهي، لا ناهية جازمة. تزل فعل مجزوم بلا علم جزمه السكون، واسم تزل ضمير مستتر تقديره أنت، وذاكرة خبر تزل منصوب الفصل بفتحة. لا تزل ذاكر الموت يعني لا تترك ذكر الموت، ليكون الموت على بالك. الدعاء مثل ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا زال المطر مسقيا ديارك أو ديارك، دعاء لك بأن يسقي الله بلادك. لا زال المطر مسقيا ديارك أو بلدك. لا زلت صحيح، يعني أرجو الله أن تكون صحيح، يعني أرجو أن لا تزول عنك الصحة، هذا معناها لا زلت صحيح، هذا دعاء. فلا هنا نافية تفيد الدعاء، و زلت زال فعل ماض والتاء اسمها وصحيحا خبرها. هذه الأفعال، وأيضا إذا تقدم عليها قلنا لا تف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حاضا، يعني لا تفتأ تذكر يوسف، حرف النفي مقدر هنا والمقدر كالثابت. وتفتأ فعل مضارع مرفوع رفع الضمة، واسمها ضمير مستتر تقديره أنت. وتذكر يوسف جملة تذكر يوسف في محل نصب خبر تفتأ. لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، لن حرف نفي، سنقول أن يتقدمه نفي، حرف نفي ونصب، ونبرح فعل منصوب
لا النافية والنهية هي هذه النافية لا تعمل تنفي شيء والنهية تنهى يعني طلب النفي طلب والنفي ليس فيه طلب تطلب منه أن لا يفعل مثل النافية مثل تقول محمد لا يكتب شيئا هذه نافية لكن لا تكتب يا محمد هذه نافية طلب فيها طلب لن نبرح عليه عاكفين قلنا حرف نفي ونصب ونبرح فعل المضارع منصوب بلن وعن تصبيه فتحة واسم نبرح ضمير مستتر تقديره نحن وعاكفين خبر نبرح منصوب علامة نصبه الفتحة إذا يعني هذا هو القسم الثاني الذي لا يعمل إلا بشرط أن يتقدمه نفي أو شبهه يعني وشبه النفي هو النهي أو الدعاء القسم الثالث الذي لا يعمل إلا بشرط أن يتقدمه ما المصدرية الظرفية وهو داما فقط الفعل دام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما ظرفية مصدرية لا محل لها من الإعراب ودمت دام فعل ماض والتاء اسمها في محل رفع وحيا خبر دام منصوب على نصب الفتح هذه هي أحكام هذه الأفعال أو أقسام هذه الأفعال التي تعمل هذا العمل ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في نفس هذا الباب وهو باب كان وأخواتها الآن عرفنا أقسام هذه الأفعال عملها أولا عملها ثم بعد ذلك الأفعال عندنا مسألة
يختص ما عدا فتئة وزال وليس، يعني نستثني الآن هذه الأفعال فتئة زال وليس، هذه الأفعال الثلاثة فتئة وزال وليس هذه لا تأتي إلا ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. بقية الأفعال، بقية الأفعال يجوز أن تستعمل تامة. تامة ما معنى تامة؟ يعني أن تكون بحاجة إلى فاعل فقط. فنستعمل كان مثل ما نستعمل مثلا كتب أو خرج. خرج زيد، فخرج فعل ماض وزيد فاعل، كان تأتي تامة، يعني معناها غير المعنى الناقصة، تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى المنصوب، فتقول كان زيد، ويكون لها معنى آخر. كان يعني وجد، وجد زيد. كان الأمر يعني حصل الأمر. كان الشيء يعني حصل. فأحيانا تأتي هذه الأفعال تامة لا تحتاج إلى اسم إلى اسم وخبر، وإنما تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب، لا تحتاج إلى منصوب. قلت حرف نفي ونصب ينصب الفعل المضارع. نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. واسم نبرح ضمير مستتر تقديره نحن. وخبر نبرح هو كلمة عاكفين. خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. فبعض الأفعال إذن هذه الأفعال تأتي تامة. ما معنى تامة؟ تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب. ومن ذلك قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا كان المدين اللي عليه الدين مثلا معسر، يعني كان هنا ليست هي الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر، هي التامة، يعني إن وجد معسر فأنظروه، أعطوه فرصة أنه يعني مدة حتى يأتي بما عليه من دين. وإن كان ذو عسرة، فكان فعل ماض تام هنا مبني على الفتح، وذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وعسرة وهو مضاف عسرة مضاف إليه. كذلك مما جاء تاما أمسى وأصبح في قوله عز وجل فسبحان الله حين تمسون. حين تمسون يعني تدخلون في وقت المساء، وليس معناه الناقصة التي يتعلق خبرها باسمها، فتقول أمسى زيد سعيدا، هذه الناقصة، لكن تقول سبح حين تمسي يعني حين تدخل في المساء، فهذا الفعل تام، هذا الفعل تام. سبحان الله حين تمسون يعني تدخلون في المساء. فتمسون فعل مضارع مفعول مترفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع الفاعل، لأن تمسون هنا من الأفعال التامة. وحين تصبحون، تصبحون مثلها أيضا. وكذلك دامة تأتي تامة كما في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الناقصة هي الناسخة أحسن تكون في اسم وخبر.
خصائص كذا أنه يجوز حذف نوديها، لكن هذا الحذف لا بد له من خمسة شروط. هذه الشروط هي أن تكون بلفظ المضارع، وأن تكون مجزومة، وأن تكون موقوفا عليها، وأن لا تكون موقوفا عليها عفوا، أن لا تكون موقوفا عليها ولا متصلة بضمير نصب ولا بساكن. قال الله عز وجل: ولم أكن بغيا، يعني ولم أكن بغيا، ولم أكن يعني ولم أكن. فحذف نون كان هنا، وقد توافرت فيها الشروط. الشرط الأول أنها جاءت بلفظ المضارع أكون. الشرط الثاني أنها جاءت مجزومة لم، مجزومة بلم. والشرط الثالث أنها غير موقوف عليها، يعني بكلام متصل. والشرط الرابع أنها لم تتصل بضمير النصب. والشرط الخامس أنها لم تتصل بساكن. حينئذ يجوز حذف نونها تخفيفا، لم ولم أكن بغيا. أصلها ولم أكن بغيا، لم حرف جزم، وأكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة، السكون على النون المحذوفة. واسمها ضمير مستتر تقديره أنا، وبغيا خبر أكن منصوب علامة نصبه الفتحة. هناك حروف عملت عمل ليس، ليس من أخوات كان. هذه الحروف هي ما، ولا، ولا تا، وإن. هذه الحروف تعمل عمل ليس، وليس تعمل عمل كان، لكنهم شبهوها بليس بجامع إفادة النفي، لأن ما، ولا، ولا تا، وإن تفيد النفي، كما أن ليس أخت كان تفيد النفي. فقالوا باب ما، ولا، ولا تا، وإن المشبهات بليس. فما هذه، أول نبدأ بالحرف ما الذي يعمل عمل ليس. هذا فيه لغتان، لغة الحجازيين قريش ولغة التميميين أهل نجد. لغة الحجازيين أنهم يعملون ما هذه عمل ليس، ولغة التميميين أنهم يهملونها ولا يعملونها. فالتميميون يقولون ما هذا بشرا في سورة يوسف، ما هذا بشرا، ما حرف نفي يعمل عمل ليس، فيرفع الاسم وينصب الخبر. هذا عند الحجازيين. وهذا اسمها في محل رفع، اسم ما في محل رفع، وبشرا خبر ما الحجازية
نسميها ماء الحجازية، خبر ماء الحجازية منصوب علامة نصبه الفتح، ما هذا بشرا. أما التميميون فإنهم يقولون ما هذا بشر، ما حرف نفي وهذا مبتدأ وبشر خبره. الحجازيون لا يعملون ما عمل ليس إلا بشروط. الشرط الأول أن يتقدم اسمه على خبرها، أن يتقدم الاسم على الخبر، فإن تقدم الخبر على الاسم فإنهم يبطلون عملها ويهملونها مثل التميميين. فعندهم لو قلت ما بشر هذا فإنهم يبطلون عملها لأنه قدم الخبر على الاسم. ما مجتهد زيد تصير ما نافية، مجتهد الخبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، ولا يعملونها، فلا بد أن يتقدم الاسم على الخبر. ما زيد مجتهدا، هذا عند الحجازيين. الشرط الثاني أن لا تقترن بإن الزائدة. ما إن أنت مجتهد، ما إن أنت مجتهد، فإن هنا نافية مؤكدة لما، فإذا اقترنت ما بإن فإنه يبطل عملها ولا تعمل عمل ليس، فتقول ما إن أنت مجتهد، ولا يجوز أن تقول ما إن أنت مجتهدا، لا يجوز. الشرط الثالث أن لا يقترن خبرها بإلا، ما محمد إلا رسول، لا يجوز أن تقول ما محمد إلا رسولا فتعلنها، لأن خبرها انتقض بإلا. فما حرف نفي ومحمد مبتدأ، وإلا حرف استثناء ملغى لا عمل له، ورسول خبر مبتدأ مرفوع رفع الضمة، وهنا بطل عمل ما الحجازية لأنه انتقض خبرها لأنه اقترن خبرها بإلا، لأنه اقترن الخبر بإلا. قال الله عز وجل ما هذا بشر، وبلغة قريش نزل القرآن، لم ينزل بلغة بني تميم، نزل بلغة قريش برفع اسم ما إذا توافرت الشروط التي ذكرناها ونصب الخبر. ما هذا بشر، ما حجازية نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا اسمها في محل رفع لأنه مبني، وبشرا خبر ما الحجازية منصوب عن نصب الفتح. ما هن أمهاتهم، ما هي الحجازية النافية التي تعمل عمل ليس، وهن اسم ما في محل رفع، وأمهاتي خبر ما منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه مجموع بالألف والتاء أمهات، وهو مضاف، وهم الضمير الهاء في محل جر مضاف إليه. فالقرآن نزل بلغة قريش لغة الحجازيين في هذه المسألة.
في ثلاثة أقسام. التعجيل حروف وأفعال. الأفعال هي كان وأخواتها، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر ويكونان مفعولين بهما لظن، وإن وأخواتها هذه حروف، إن وأخواتها حروف، وما ولا ولات وإن هذه حروف. الجواب يعني أفعال وحروف. الأفعال كان وأخواتها وظن وأخواتها، والحروف إن وأخواتها ولا النافية للجنس، وما ولا ولات وإن المشبهات بليس. ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. نعم هذا هو الصحيح. نعم ثمانية. نعم صحيح ثمانية أفعال. Thank you.
الخطر عليكم كلكم. الحين ما قلنا أن ظن من أخوات كان وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر. الآن عندك الآن الخبر بارد المنصوب والطقس مرفوع. فالطقس هو اسم ظن وبارد هو خبر. فإذا الجواب ألف. اسم يزال هو الواو في يزال توي عربتها الآن قبل قليل. هو الواو ولا قلنا لا نافية. يزال فعل مضارع مرفوع على مترفع ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. والواو ضمير متصل في محل رفع اسم يزال الواو جيم يعني الجواب جيم. ومختلفين خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. لا الجواب خطأ. دام أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية لكن بق فتئ الأفعال الأربعة فتئ وبرح وانفك وزال هذه تعمل بشرط أن يتقدم عليها نفي أو نهي أو دعاء. تالله تفتأ تذكر يوسف قلنا تالله تقدير يعني تالله لا تفتأ تذكر يوسف مسبوقة بنفي. لا يزالون مختلفين مسبوقة بنفي. لن نبرح عليه عاكفين مسبوقة بنفي. من فك الأستاذ يشرح أيضا مسبوقة بنفي. لا زلت صحيحا مسبوقة بدعاء. لا زلت صحيحا دام أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية ما دمت حيا يعني مدة هذه الظرفية دوامي هذه المصدرية مدة دوامي حي هذا الذي قلناه. يلا يكفي انتهت المحاضرة.
نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. الجواب هو ب. سلمكم الله وحفظكم وعسى الله مريح الله.